بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتكلم النهارده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اوتيت من العلم الا قليلا صدق الله العظيم. ان شاء الله النهارده نتكلم يا جماعه في موضوع بنتكلم عن الشير اند تورشن ديزاين. شير اند تورشن، احنا خدنا الشير قبل كده. طيب هل الشير وليه مدرج مع التورشن؟ هل الاثنين لهم علاقه ببعض؟ ده اللي احنا هنشوفه كمان شوية. لما نيجي نتكلم عن الشير والتورشن ديزاين، بص لقي مثلا واحد عندنا مثلا بلكونة بالشكل ده كده، اهو بلكونة عادية جدا. بلكونة دي متشال على كمر، والكمر ده متشال على العمدان. طيب البلكونة ديت محملة على ايه؟ على الكمرة دي. طيب بص كده بقى معايا، لسبب ما ورا الكاميرا ديت الراجل عمل فراغ، عمل منور، عمل مساحة كبيرة كده. تمام، لو عندك سقف دوبلكس مثلا فتح السلم من الحتة اللي ورا دي، والباقية دي كده اهو بلاطة عادية جدا، عادية خالص. فبالتالي ايه اللي يحصل عندي؟ انا بص الاقي الكاميرا ديت يمينها في بلاطة وشمالها في منور. ايه اللي يحصل عندي؟ ابص الاقي الكاميرا دي بتعمل لي عزم، عايز يلفف الكاميرا دي. البلاطه دي بتعمل لي حمل، الحمل ده بيولد لي عزم، عايز يلفف ايه؟ الكاميرا دي. بالشكل ده اسمه شكل ايه؟ التواء، عزم التواء. البلاطه ديت عايزه تلوي الكاميرا دي. طب تخيل لو البلاطه دي كده جنبها بلاطه من الناحيه اللي ورا، الاثنين بيساويوا بعض كده، هيحصل التواء على الكاميرا؟ لا، لان الكاميرا ديت فيها حمل يمين وعليها حمل من الشمال. انما الوضع الطبيعي عندي ان انا عندي هنا في بلكونه، وورا البلكونه ديت في منور. فبالتالي ايه اللي يحصل في جزء من الكاميرا دهيت؟ يحصل ايه؟ عزم التواء. طب عشان نفهم شكل عزم الالتواء وشكل الشروخ اللي تحصل عندي، ولو في تدعيم هيحصل ازاي، تعال كده نشوف معانا. في ناس راحوا المعمل وقالوا عايزين نشوف شكل الالتواء والشروخ اللي بتحصل في الكاميرا تبقى شكلها عندي عامله ازاي. هو حط كاميرا هنا اهو في المعمل، الكاميرا دي متشال على ركيزه هنا وركيزه هنا، وطلع كابولي من الكاميرا دي هنا اهو بالشكل ده كده، وطلع كابولي من هنا، واثر بالحمل ورا وقدام. ايه اللي يحصل عندي بنتيجه الشكل ده كده كله؟ لما اثر بالحمل في النص، ابص الاقي الكابولي بتاع الاي بيم ده عايز يلف اليمادي، والكابولي بتاع الاي بيم عايز يلف اللي هناك، فاكني بالظبط عايز اعصر الكاميرا دي. كلمه عصر يعني تويست، يعني التواء عندي. طيب تخيل كده شكل الشروخ اللي عندي تبقى عامله ازاي. لما بص الاقي دي اكنك بالظبط جبت ايه يعني قماشه كده وبتعصرها. لما اجيب قماشه واعصرها، شايفين متخيل شكل الثنيات اللي تحصل عندي، او شكل الثنيات اللي تحصل عندي لما اجيب مثلا فانيلا او قماشه او اي حاجه بعصرها، ابص الاقي في ثنيات كده اهوت وانا بعصر. التنات ديت هي برضو نفس التنات اللي هتحصل، نفس الشروخ اللي هتحصل لما اعصر الكاميرا دي اهي بالشكل ده كده اهو. لو جيت بصيت على الجنب ده كده اهو، ابص الاقي الشرخ ده طالع كده. الله، ده شرخ مايل بزاويه 45 درجه كده، بيفكرك بايه؟ الشرخ المايل زاويه 45 درجه ده كده، الشكل ده مش بيفكرك بحاجه؟ تقوم انت تقول لي ده هو ده شرخ الشير. شبه الشير بالظبط. عشان خاطر كده احنا قلنا الشير والتورشن الاتنين ولاد عم، الاتنين اخوات، الشير والتورشن مع بعض، لان شرخ التورشن هو شرخ ايه؟ الشير. بس القوه بتاعت الشير غير القوه بتاعت التورشن. قوه الشير عباره عن قوه، بس قوه التورشن ده عزم التواء. طب تعالى نكمل شكل الشروخ. الجنب ده هو بتاع الكاميرا ادينا شروخ مايله كده، اهي طالعه لفوق كده. طب تعالى كده نبص على الجنب اللي فوق عامل ازاي. ابص الاقي الجنب اللي فوق فيه شرخ طلع، يعني الشرخ الجنب بتاع الكاميرا ده طلع هنا اهو. فوق بقى اللي احنا هنتكلم عليه شرخ مايل برضو. لما اجي ابص فوق، ابص الاقي ادينا الشرخ ده برضو. طب وش يعني برضو ماشي خط واحد؟ ماشي خط واحد. طب في الظهر اسال ايه الاذر سايد بتاع الكاميرا ديت شرخها عامل ازاي؟ الشرخ ماشي كده اهو ومكمل هناك كده، وهيلف هناك برضو. لما اجي ابص في الجنب ده الاقي الشرخ ده برضو. طب تحت ابص الاقي الشرخ ده كده اهو، كان بالظبط شرخ حلزوني، شرخ سبايرال، شرخ سبايرال بيلفف حوالين الكاميرا زي التعبان ده كده.
يبقى ده الاكس ده الاكتشوال براكتس اللي بيحصل في الطبيعه، وده لما عشان نفهم الشرخ عامل ازاي ده اكسبيرمنتال تيست، وده كراكس اند فيلير مود. الكراكس شكلها ايه؟ شكلها عامله زي سبايرا، شكلها حلزوني. الفيلير مو فيريال مود، الفيلير مود شكل النموذج الانهيار زي الشير بالظبط. طيب حاجه جانبيه كده، لما احب اعمل تدعيم يعني الكاميرا دهات مثلا هتشرخ معايا، هتشرخ معايا شرخ طرش، فاعمل لها تدعيم ازاي؟ تقوم انت تقول لي مش ده شكل الشرخ المال ده كده؟ عشان اعملها تدعيم بالفايبر او بسيخ حديد او حاجه لازم تعمل تسليح او تدعيم عمودي على الشرخ. طب لما اعمل تسليح او تدعيم عمود على الشرخ يبقى الشكل عامل ازاي؟ بص كده، شايف المسار ده كده الداير ما يدور، ده المسار الحلزوني ده كده، المسار الحلزوني ده معمول بالعكس الشروخ اللي هتحصل عندي، بحيث ان لو طبق كده يعني المسار ده كده، ده مسار هتركب فيه فايبر او سياخ حديد تلف داير ما يدور عشان تقاوم ايه وتكون عمودية على الشرخ اللي ممكن يحصل. ركب الاتنين دول مع بعض، ابص الاقي شكل الشرخ، شكل التدعيم محطوط عمودي على شكل الشرخ اللي هيلف داير ما يدور كده. الشرخ هيلف داير ما يدور والتدعيم برضو هيلف داير ايه ما يدور، الاتنين عكس بعض. ده شكل التدعيم بتاع اللي هو التورشن، يمكن نحتاجه في يوم الايام ولا حاجة. طيب تعالى بقى، انا النهاردة محتاج اعرف اصمم الشير والتورشن ازاي. عشان نفهم الشير والتورشن زي ما المره اللي فاتت محتاج خطوات التصميم. لو انا عندي كاميرا عليها بيور تورشن، ما انا عندي دلوقتي الكاميرا ممكن يكون موجود عليها تورشن وممكن يكون موجود عليها شير، او ممكن يكون عليها شير بس، او ممكن يكون عليها تورشن بس، او ممكن يكون عليها الاثنين مع بعض. فنفهم الاول لو عندي كاميرا عليها بيور تورشن ديزاين، اول حاجه بعملها ايه؟ بعمل الكروس سكشنال اريا، الخطوات المساحية اللي عندي، القطاع عندي شكله عامل ازاي. فانا عندي قطاع كاميرا اهو، دي كده اسمها بي عرض الكاميرا، وده كده اسمه تي. بحتاج هنا بعدين، بعدين اسمهم ايه البعدين دولت؟ بحتاج اجيب الكور بتاع القطاع، القلب القطاع، الكفر هيتكسر بره ساعة التورشن ما يحصل، انما مين اللي بيقاوم التورشن؟ اللي داخل الكانة. طب اللي داخل الكانة ده بعمق اسمه ايه؟ اسمه دي داش، اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي تي من اول فوق لحد تحت ناقص كفر من تحت ناقص كفر من فوق، يداني الدي داش اللي هو ده اهو، دي داش بتساوي تي ناقص 2 سي اللي هي كانت بتساوي الدبث اللي احنا كنا متعودين عليه ناقص كام؟ ناقص الكفر، او بيساوي تي العمق كله ناقص كفر من فوق وكفر من تحت ناقص 2 الكفر، الدي داش. نفس الكيفيه برضو ده كده عرض الكاميرا اسمه بي من اول لحد الاخر، الكور اسمه بي داش، البي داش ده بتساوي كام؟ بتساوي كام؟ بيساوي البي كلها ناقص كفر يمين ناقص كفر شمال، يعني البي ناقص 2 الكفر. ده كلام سليم. طيب القلب ده كده على بعضه اسمه اريا او اتش، طب الاريا او اتش بتساوي كام؟ بيساوي البي داش في الدي داش، او بيساوي البي داش مضروب في الدي داش. طيب البي اتش اللي هو المحيط بقى بيساوي كام؟ المحيط بتاع الكور المتهشر ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 بي داش دي داش، 2 بي داش زائد دي داش. طيب واحد يقول لي ايه؟ انا دلوقتي عندي طالما انا بلف تورشن فالاركان دي اساسا مش محملة عندي، هتتكسر معايا مش هتشتغل معايا، فالاريا او اللي هي المساحة الجديدة بقى طلع منها الايه؟ الاركان ده، الركن ده والركن ده والركن ده والركن ده، يتبقى لي المساحة الايه؟ الداخلية ده، المساحة الداخلية دي بتساوي تقريبا 85% من مساحة الاريا او اتش، دي الاريا او، يبقى الاريا او بيساوي 0.85 اريا او اتش. طيب محتاج حاجه تانية اسمها تي افكتيف، بيساوي كام التي افكتيف ده؟ اللي هو ايه؟ الطول الفعال، الطول الفعال اللي هو عارفين الطول الحلزوني ده كده، الطول اللي هو الفعال اللي هيلف عليه التورشن بيساوي كام؟ بيساوي اقسم الاريا او اتش على البي اتش، بيساوي الاريا او اتش على كام؟ على البي اتش. طيب تعالى كده نعوض، انا جايب لك الخطوه الثانيه كنت هجيبها في الشريحه لوحدها، بس انا حبيت اجيب الاثنين مع بعض عشان خاطر ايه؟ نعرف نعوض. اجهاد الشير، اجهاد التورشن بقى بيقول لي ايه؟ اجهاد التورشن المسبب ليه عزم، فهو الام تي التيميت مقسومه تحت على 2 في الاريا او في التي افكتيف. طب تعالى كده الام تورشن نضربها في 10 اس 6 عشان نحولها من ايه؟ لنيوتن مليمتر. طب شيل الاريا او وحط مكانها كام؟ 0.85 اريا او اتش. طب وشيل الاريا او اتش يبقى حطيت ديت 2 وشلت الاريا او
وحطيتها بكام 0.85 اريا او اتش، وشلت التي افكتيف وحطيت مكانها كام اريا او اتش على البي اتش. عوض الكلام ده كله واشيل الاريا او يديني 1.7 في اريا او اتش تربيع على البي اتش، شيل الاريا او اتش وحط مكانها كام بي داش دي داش. طب وشيل البي اتش حط لها 2 بي داش زائد دي داش، يديني في النهايه القيمه ده اللي هي بيساوي كام ام تورشن التيميت في 10 اس 6 على 0.85 في بي داش دي داش، بي داش في دي داش تربيع مربع المساحه على بي داش زائد كام الدي داش بالشكل ده كده. يبقى كيو تورشن بيساوي كام لما اجي اعوض؟ بيساوي كام ام تي التيميت في 10 اس 6 على 0.85 في البي داش زائد في البي داش في الدي داش كل ده تربيع على البي داش زائد كام الدي داش. ديت المساحه بعد ما بنعوض بالاريا او نحط مكانها 0.85 اريا او اتش، والتي افكتيف نشيل نحط اريا او اتش على البي اتش، يديني في النهايه القيمه دهيت. بشيل اريا او اتش واحوض فيها البي داش في الدي داش، بشيل البي اتش واحط 2 بي داش دي داش، الاثنين 2.7 يديني ايه 0.85، والمعادله النهائيه بالشكل ده كده. طيب دي الخطوه رقم 2. بعمل ايه في خطوه رقم 2 ديت؟ بعمل استيميتنج الالتيميت شير ستريسز ارايزنج فروم تورشن. لاحظ كده في الجمله بقول ايه؟ بقول بجيب اجهاد الشير ستريس. لا مش ده تورشن، ايه دخله بالشير؟ ما احنا لسه قايلين ايه السبب في الكلام ده. اقول لك احنا لسه قايلين من شويه ان شرخ التورشن هو موازي لشرخ الايه الشير. فعشان كده قال لك ايه؟ شير ستريس اجهاد القص الناتج الرايزنج، يعني الناتج عن التورشن. الناتج عن ايه التورشن؟ اللي هو بيساوي كي تي التيميت بيساوي ام تي في 10 6 على 0.85 ايه. كمل المعادله دي. بيقول لي هنا، بيقول لي نقطه مهمه جدا، التورشن ديزاين بيقول لي ايه؟ لما تيجي تحسب الكالكوليتنج تورشن ستير انفورسمنت لازم تعمل ايه؟ لازم تاخد بالك في حته صغيره ان التورشن كان بي ريزيستد باي كلوزد ستيرب. كلوزد ستيرب يعني ايه هنا بقى؟ ركز معايا هنا شويه. ان انت كنت بتجيب السيخ بيمشي من هنا، يفتح من هنا كده وماشي شمال وينزل لتحت ويمشي يمين ويطلع لفوق، وكان بيقفل هنا في الشير، كان بيقفل هنا في الشير في الكنات المغلقه يقفل الناحيه اللي هناك. فقفل الكنه عامل زي كده، قفل هنا وقفل هناك، يبقى دي كلوزد ستيرب. وايه كمان يقول لي؟ بتحط السيخ على المحيط ماشي كده، ادي سيخ طولي سيخ طولي سيخ طولي بالسيخ ده كده على المحيط. فبتحط السيخ بتاعتك، يعني بتحط سيخ اول حاجه بتحط كنات مقفوله وسيخ طوليه على المحيط اللي هي السيخ ده وده وده والتلات سيخ دولت والتلات سيخ دولت وهكذا. فالسيخ بتاعك بتحطها على ايه؟ على المحيط، على المحيط بتاع الايه؟ الاريا او اتش. طيب بالنسبه لقانون الكلوزد ستيرب بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه قانون الكلوزد ستيرب؟ اريا ستيرب في التورش بيساوي ام تي التيميت، طبعا عارفينها، في 10 اس 6 في الاس. اس دي المسافه بين ايه؟ بين الكنات. اس المسافه بين الكنات على 2 في الاريا او، جايبتها المره اللي فاتت في الجيومتريك بروبرتس، مضروبه في الاف يلد ستيربس على الجاما اس. طبعا انا عارف الاس المسافه بين الكنات والاف يلد ستيرب اللي هو اجهاد الايه الكنات. طيب لما نيجي نشيل الاريا او ونحط بقى لا 0.85، ابص الاقي الناتج بيساوي كام؟ ام تورشن التيميت في 10 اس 6 في الاس مقسوم على 1.7 في البي داش دي داش في الاف ال ستيرب على ايه؟ على الجاما اس. اهو بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو. طبعا المجهول عندي في الاس المسافه بين الكنات. اريا ستيرب تورشن اللي هي ايه؟ اريا ستيرب تورشن اللي هي دهيت اللي هي المسافه اللي هي الايه بقى؟ اللي هو مساحة السيخ المكون للكنة الواحدة. لو عندي فاي 8 يبقى مساحة السيخ فاي 8 كام؟ 50.3. لو عندي فاي 10 مساحة سيخ فاي 10 كام؟ 78، وهكذا. ده الاريا ستيرب تورشن اللي انا بعوض بيها في المعادلة دي. طيب المينيمم بقى بيساوي كام؟ المينيمم بيساوي 4/10 الف يلد ستيرب في البي في الاس او 5 فاي 8 على المتر الطولي. طب بالنسبه للكنات للسيخ الطوليه، انت مش قلت لي بتقاوم التورشن بكنات مغلقه بالشكل ده كده اهو، وايه حديد طولي بيتحط على المحيط. تحط الحديد الطولي على ايه؟
على المحيط، يتحط مثلا كله هنا وكله هنا، او كله هنا وكله هنا، بس لازم التوزيع يبقى توزيع منتظم. بمعنى ان انت مثلا محتاج مثلا 12 سيخ، ممكن تحط 6 سيخ هنا و6 سيخ هنا. طب واحد يقول لي لا مش هينفع احط 6 سيخ هنا واحط 6 سيخ هنا، طب احط ال 6 سيخ فين؟ بص كده، هتحط مثلا 3 هنا و3 هنا و3 تحت و3 فوق على التسليح الرئيسي. ده لا التسليح الايه؟ الاريا ستيل لونجيتودينال، ده التسليح الاضافي المقاوم للترش. القانون بقى بيقول لي ايه بقى؟ القانون بيقول لي ايه؟ اريا ستيل لونجيتودينال بيساوي كام؟ اريا ستير اب تورشن. فاكرين اريا ستير اب تورشن بتاع الكنات؟ اهو ده. مقسوم على الكام؟ على الاس. مقسوم على المسافه بين الكنات. مضروب في البي اتش، البي اتش اللي احنا جبناها قبل كده في اول نقطه خالص. مضروب في الاريا في الاف فيلد بتاعت الاستيرابس على الاف فيلد ايه؟ لونجيتيودينال. الاف فيلد بتاعت مين؟ اللونجيتيودينال. طيب اللي هو اجهاد الخضوع بتاع الكنات على اجهاد الخضوع ايه؟ حديد الطول. طب تعالى نظبط المعادله دي شويه كده اهو. انا عندي البي اتش بيساوي كام؟ 2 بي داش زائد الدي داش. اظبط المعادله اهي، يبقى 2، يبقى شيل بي اتش واحط بي داش زائد دي داش جوه القوس، وطلع الاثنين بره، يبقى في اريا ستيرب تورشن على الاس، اريا ستيرب تورشن على الاس، وطلعت الاثنين بتاعت البي اتش بره، تداني بالشكل ده كده مضروبه في اجهاد الخضوع بتاع الكنات على اجهاد الخضوع بتاع ايه؟ الحديد الطولي. ده مساحه السياخ اللي انا عايزها. طلعت مثلا مساحه 1000 ملي متر، اشوف ال1000 دولت يدوني كام سيخ؟ في 12. هقول مثلا هقول مثلا ايه؟ هتقول 6 سياخ في 12، يبقى احط مثلا 3 هنا اهو و3 هنا اهو مثلا، وخلاص كده ونفضين. طب قبل ما احط السيخ واجيب العدد لازم اقارن بمين؟ المينيموم. لازم اقارن بمين؟ بالمينيموم. تعال كده نشوف المينيموم بيقول ايه. المينيموم بيقول اهو 4 من، دي معادله رخمه شويه المينيموم، بس يعني تعود فيها عادي، يعني مش صعبه، كل الرموز دي انت عارفها كويس. بيز اريا ستيل مينيموم بيساوي كام؟ اللي هو طبعا لكل تسليح للمينيموم، مش كده ولا ايه؟ اللي فاتت كان 4 من 10 في البي في الدي على الاف على 4 من 10، شوف كان بيساوي كام. طب ده بالنسبه للكنات. بالنسبه لحديد الطولي المينيموم بيساوي كام؟ 4 من 10 جذر اجهاد الخرسانه على جامو كونكريت مضروبه في الاريا كروس سكشن، اللي هو ايه بقى؟ مساحه الاريا كروس سكشن، الاكتوال اريا اوف كروس سكشن، اللي هو البي في التي. طيب مقسومه على كام؟ على الاف يلد على الجاما اس. طيب عارفين الاف يلد اللي هي بتساوي كام؟ اللي هو اجهاد الخضوع، اجهاد الخضوع ليه؟ الحديد الطول ناقص 2 في اريا ستير اب تورشن على الاس. عارفين القيمه اللي انت جبتها دهيت اريا ستير اب تورشن على الاس؟ اه هي القيمه دي بالظبط، او بمعنى تاني شايفين الترم ده كده كله، الترم ده كده كده هو الترم اللي تحت، مش بحفظ حاجه. 2 اهو 2 اريا ستيرب تورشن اس، حاطط 2 اريا ستيرب تورشن اس مضروبه في البي داش زائد الدي داش، حاططها تحت زائد مضروبه في البي داش زائد الدي داش. نخلي بالنا من اللي جاي دي، فوق كانت بيساوي كام؟ اجهاد الخضوع الكنات على اجهاد الخضوع بتاع ايه؟ اللونجيتيودنال. طب لا قسمت اجهاد الخضوع على الكنات بتاع الكنات على اجهاد الخضوع الايه؟ الحديد الطولي. اعكسها تحت بقى هنا، ابص الاقي اجهاد الخضوع الطولي فوق على اجهاد الخضوع ايه؟ الكنات تحت. طيب تطلع لي المعادله دي كده الناتج بتاعها. طبعا الرموز كلها اجهاد الخرسان اف سي وعلى جامو كوتريت في مساحه قطاع الخرسان بي في التي على اجهاد الخضوع بتاع الحديد الطولي على الجامو اس 1 و1 و15 ناقص 2 اريا ستيرب تورشن على الاس. اريا ستيرب تورشن جبتها قبل كده، مقسومه على الاس المسافه من ايه؟ بين الكنات، مضروبه في البي داش في الدي داش، انا البي داش زائد الدي داش، مضروبه في اجهاد الخضوع الحديد الطولي على اجهاد الخضوع بتاع الكنات عكس القيمه اللي فوق دي كده. نقطه صغيره هنا بس انا عايز اقولها، لو طلع القيمه ديت بتساوي سالب، ضربت القيمه دي على الاله الحاسبه وطلعت انها باشاره سالبه. يعني ايه باشاره سالبه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه باشاره سالبه؟ يعني عايز يقول لك ان الترم ده كده كله اكبر منين؟ من الترم بتاع الخرسانه ده. الترم ده كله معناته ايه؟ مين اللي شغال فيه؟ اللي هو الترم بتاع الكنات بتاعت الحديد، الكنات المغلق. عايز يقول لك ان اجهاد الكنات اصلا هو مكفي بكتير جدا، فبالتالي طلع اكبر منين؟ من اللي شاله الخرسان.
يبقى الاريا ستيل مينيمم محتاجها كده ولا مش محتاج؟ خلاص الاريا ستيل مينيمم ما تحسبهاش هنا كده، اريا ستيل مينيمم مظبوطه خلاص. طب طلع لي هنا اهو القيمه ديت ب1000 مثلا، وطلع القيمه ديت بسالب 10 سالب 15، يعني المينيمم بتاعك كام؟ انساه خالص كانه مش موجود، كان المينيمم بتاعك ما تاخدوش قيمه. وتاخد الاريا ستيل لونجيتودينال دي بتساوي كام؟ اللي هي طلعت بتساوي 1000، بتساوي هنا 1000. طيب طلعت الاريا ستيل لونجيتودينال دي بتساوي 1000، واريا ستيل مينيمم 1600، تاخد تعتمد انهي سياخ للحديد الطولي؟ تعتمد انهي سياخ؟ ال 1000 ولا ال 1300 او 1600؟ تاخد الايه؟ بتاع الاريا ستيل مينيمم بالشكل ده كده. اخر حاجه ده عايز تبص فيها بص، مش عايز تبص فيها ما تبصش فيها. بيقول لي ايه؟ ان المعادله ديت صالحه في حاله لما يكون الترم ده متحقق، الترم ده متحقق اللي هو 2 في اريا ستيرا بتورشن اللي هو بتاع مساحه مقطع السيخ المكون للكن على الاس اكبر من البي على 6 اضعاف اجهاد الخضوع لمين؟ للكنات. طب لما يكون عندي بقى الكومبايند شير والتورشن ستريس، انا عندي شير والتورشن، موضوع اتدخل الاثنين مع بعض، اللي فاتت كان تورشن بس والسنه اللي فاتت انا درست شير بس، طب هنا بقى في تورشن مع شير. فيقول لي هنا، يقول لي اول حاجه احسب الالتيميت ستريس كوزد باي شير والتورشن، الالتيميت ستريس مسبب للشير والتورشن. والله للشير قانون اهو، الكيو شير التيميت بيساوي كيو كراك في 10 اسات على البي في الدي زي ما خدتها قبل كده. طب والتورشن نفس المعادله اللي خدتها النهارده، ده الاستريس بتاع التورش ام تي التيميت في 10 6 على بوينت 8 5 بي داش دي داش، كل ده تربيع على البي داش زائد كام؟ الدي داش. طيب خطوه رقم 2 احسب الالاوبل، الالاوبل في التورشن بيساوي كام؟ المينيمم 6/100 جذر اف اس يو على جامد كونكريت. طب بالنسبه للشير بيساوي كام؟ 16/100 جذر اف اس يو على جامد كونكريت. طب الماكسيمم بتاعت الاثنين بقى هي قيمه واحده 7/10 جذر اف اس يو على جامد كونكريت. من تاني المينيمم للتورشن بيساوي 6/100 جذر اف اس يو على جامد كونكريت، والمينيمم للشير بيساوي 16/100 جذر اف اس يو على جامد كونكريت، والماكسيمم بقى لهم الاثنين واحد بيساوي 7/10 جذر اف اس يو على جامد ايه؟ كونكريت. طب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده بيقول لي بقى ايه؟ تشيك بتاع السكشن ريزيستنس، هل القطاع اصلا سيف ولا انسيف؟ فبيقول لي بتعمل ايه بقى؟ بتاخد الجذر التربيعي لاجهاد الشير الحقيقي والتورشن الحقيقي، مربع الشير والتورشن الحقيقي. فاكرين الكيو شير التيميت والكيو تورشن التيميت اللي جبتها في الخطوه الاولى في الشريحه اللي فاتت؟ اه، هات المربع ده زاد مربع ده حطهم تحت الجذر، لو طلعت اكبر من 7/100 جذر اف اس يو على جنب كونكريت يبقى في الحاله ديت محتاج ايه؟ تزود ابعاد القطاع. طيب لو جبت مربع التورش زاد مربع الشير تحت الجذر، جبت القيمه ده اهي اللي انت جبتها فوق، هي القيمه ديت يعني، لو طلعت اقل من 7/10 جذر اف اس على جنب كتير، طلعت اقل من الماكسيموم، اقل من الماكسيموم، يبقى انت في الحاله دي مسموح لك انك تستخدم ايه؟ كانات وحديد طول. يبقى من تاني بجيب مربع الشير والترش تحت الجذر، لو طلعت اكبر من الماكسيموم اللي هي 7/10 جذر اف اس على جنب كتير في الحاله ديت ما تكملش، لازم تزود ابعاد القطاع. طيب امتى نتحاسب واجيب حديد تسليح؟ اقول في الحاله دي محتاج حديد تسليح كانات وحديد طولي، لو لقيت ان القيمه دهيت مربع الشير زائد مربع التورشن تحت الجذر اقل من كام؟ من 7/10 جذر اف اس يو على جنب، اقل من الماكسيم. في الحاله دي بقى تعالى نشوف الخطوه اللي بعد كده، الخطوه رقم 4 اللي هو بيقول لي حالات حسابات الشير والتورشن، حالات حسابات ايه؟ الشير والتورشن. فانا ركز كده معايا، حالات حسابات الشير والتورشن، حالات حسابات تسليح الشير والتورشن، يبقى the case of shear and torsion still required according to Egyptian code. الحالات بتاعت الشير والتورشن التسليح المطلوب في الاثنين. ما انت عندك شير وتورشن، ممكن الشير يبقى عالي قوي فمحتاج تسليح للشير، والتورشن يبقى ضعيف فمش محتاج تسليح للتورشن، والعكس ممكن تسليح عالي للتورشن وتسليح ضعيف للشير، وممكن مش محتاج لتسليح للاثنين مع بعض، وممكن هما الاثنين محتاج لهم تسليح. ففي عند اربع حالات ببص لهم ازاي بقى؟ ركز كده معايا،
شايفين الخط الافقي ده كده، شايفين الخط الافقي، بقول ايه لو الكيو تورشن التيميت اصغر من المينيمم، الكيو تورشن التيميت في حاله التورشن اصغر منين؟ من المينيمم. والمربع اللي جنبيه العكس بقى، لما يكون التورشن اكبر منين؟ من المينيمم. يبقى الخط الافقي ده كده الهيد لاين ده كده، انا عيني هنا وعيني هنا اهو، هنا اهو شمال ان التورشن اقل من المينيمم، يمين ان التورشن اكبر منين؟ من المينيمم. طب تعالى في العمود ده كده اهو، يقول لي ايه متوقع ايه بقى؟ ان فوق ان اجهاد الشير اقل من المينيمم اهو، لو كيو سي يو انكركت. طب وتحت ان الشير، نشيل الكيو التيميت ونحط كيو شير، اكبر منين؟ من المينيمم. ان كيو التيميت اكبر مين؟ من الكيو شير مينيمم اللي هي ايه؟ 0.16 جذر اف سي على جنب كبير. طب تعالى كده نطبق كده، والله انا لو لقيت اجهاد التورشن اللي انا حسبته من المره اللي فاتت اللي هو كان بيساوي ام التورشن في 10 اس 6 على الكلام ده، لو لقيته اقل من المينيمم يبقى انا عيني هنا اهو في اول عمود، اروح للخانه دي او اروح للخانه دي، مين اللي يحكمك بقى؟ الشير. لو لقيت الشير اقل من المينيمم يبقى انت اذا ايه اوتوماتيك على طول في الحاله ده، الحاله دي بتقول لك ايه؟ يوز مينيمم رينفورسمنت، استخدم ايه؟ مينيمم رينفورسمنت. طب لو لقيت، ركز بقى معايا كده، مثلا لقيت الشير، لقيت التورشن اكبر من المينيمم، تورشن اكبر من المينيمم اهو، يبقى انا ادور في العمود ده كده، يا انا يا فوق يا تحت، امتى اتحرك فوق وامتى اتحرك تحت؟ بص بقى للشير، لو لقيت الشير اصغر من المينيمم يبقى انت في الخانه اللي فوق. بتقول لك ايه في الخانه اللي فوق ديت؟ تستخدم بروفايد انفورسمنت تو ريزيست ايه؟ تورشن اونلي. يبقى في الحاله ديت بتقول لك طالما انت الشير اقل من المينيمم والتورشن اكبر من المينيمم انت في الخانه ده، يبقى مين الحرج عندك؟ ان التورشن، يبقى استخدم تورشن ايه؟ تسليح يقاوم التورشن بس. واحد يقول لي لا طب انا عندي التورشن اصغر من المينيمم والشير اكبر من المينيمم، تعالى كده انت بتقول ايه؟ التورشن اكبر من اصغر من المينيمم، التورشن اللي هو الام تي في 10 اس 6 على الكلام ده في الشريحه اللي فاتت قلناه، اصغر منين؟ من الكيو تورشن، من اصغر من بون 6 جذر اف سي على جاما كونكريت. يبقى انت في العمود ده كده، تروح في الخانه ده اهي اللي هي بتقول لك يوز مينيمم انفورسمنت او ميك شير ديزاين، محتاج تسليح للكنات. مين اللي يحكمك بقى؟ الشير. لقيت الشير اكبر منين؟ من المينيمم. لا الشير ما ينفعش اسكت عليه، هو التورشن اصغر من المينيمم، يبقى انا مش محتاج تسليح للتورشن سواء دي او سواء دي. طب هنا بقى يقول لك بقى ايه في حاله لما يكون الشير اكبر من المينيمم؟ يبقى انت في هنا في الحته ده، في الخانه ده، الخانه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ميك شير ديزاين تو ريزيست ايه؟ حاله التسليح. يعني استخدم القيمه ده كيو التيميت ناقص 0.12، يعني هنقولها بالتفصيل في الشريحه اللي جايه، يعني عايزك تفهم هنا انت هتعمل تسليح لمين بس؟ للشير. طيب متوقع بقى الحل الرابع ليها تكون ايه؟ تقوم انت تقول لي التورشن اكبر من المينيمم، طالما التورشن اكبر من المينيمم يبقى لازم اجيب تسليح للتورشن، او بمعنى تاني عايز احفظ يبقى انا عيني في العمود ده كده، يبقى انا في الخانه دي او في الخانه دي، طالما التورشن اكبر من المينيمم انا في الخانه دي او في الخانه دي. مين اللي يحكمك بقى؟ الشير. انت فوق ولا تحت؟ ابص الاقي انت في الخانه مثلا، اقول لك ايه اللي هي بتقول لك الشير اكبر من المينيمم، يبقى انت طالما التورشن اقل من المينيمم والشير، اسف، التورشن اكبر من المينيمم والشير اكبر من المينيمم، يبقى انت في الحاله دي بقى ايه؟ بيقول لك اه بروفايت ستيل تو ريزيست، استخدم حديد تسليح عشان يقاوم الشير والتورشن as mentioned in table below، زي ما هيظهر في ايه؟ في الجدول اللي جاي. حقيقة الجدول ده بيلخص لي حاجات كتيرة جدا جدا، بيلخص لي الدرس، موضوع الدرس كله. بيقول لي انت لو احتاج شير ديزاين تبص في الخانة دي الزرقاء دي، لو احتاج تورشن يبص في الخانة دي. طب تعالى كده، انت محتاج كانات وكانات للمجموع وكانت وحدة طول، تعالى كده واحدة واحدة كده نقول لي كالكوليتنج ستيل
area of stirrups. هدي التسليح لمين؟ للكنات. تعال نشوف للشير بيقول لك ايه حسابات التسليح بتاعت الشير. بيساوي كيو ستيرفس اللي هي بيساوي كيو التيميت ناقص بوينت 1.2 جذر اف سي على جاما كونكريت. وبعد كده تستخدم المعادله الثانيه زي ما كنا بنستخدم قبل كده. الكيو شير بيساوي كام؟ الان في الاريا ستيرف في الاف يلد ستيرف على جاما اس على البي في الاس. كنا بنطبق المعادله دي ازاي بقى؟ نقول لك افرض ان الان عدد ايه الفروع. عندك هنا فرعين مثلا يبقى الان باتنين. في اريا ستيرب هستخدم حديد فاي 8. في الاف يلد على الجاما اس مقسوم على البي في الاس يديني المجهول هنا كام؟ الاس او الاريا ستيرب. بس نلاحظ حاجه في المعادله ديت ان الاريا ستيرب مساحه مقطع الفرع الواحد. يبقى انا واحد يقول لي 20 فرع في الكانه مفيش مشكله، بس الفرع الواحد مساحته كام؟ ده الاريا ستيرب. الاريا بتاعت البرانش الواحد يبقى استخدم فاي 10 مثلا، يبقى باي في 10 تربيع على 4 تديني 78 ملم مسطح. طيب طب انا عندي مثلا لو انا عندي البيم عريضه يبقى في الحاله دي ممكن استخدم فرعين او اربعه او سته. الكلام ده هنا فين؟ وانا بستخدم وانا عشان احسب الكنات بتاعه الشير. لو انا عشان استخدم كنات بس لحساب الشير يبقى انا عيني هنا اهو في الحته ده شير ديزاين. يبقى من تاني بقول كيو ستيرب بيساوي كيو التيميت ناقص بوينت 1.2 جذر اف سي على جاما كونكريت. وبعد كده بجيب الكيو شير اجهاد الشير بقى اخد الكيو ستيرب ده اقعد بقى تحت. لا اسف هي كيو ستيرب بعوض بيها تحت نفس القيمه دي بحطها تحت بقى بتساوي الان في الاير ستير في الف على رقم 6 ناقص على البي على البي في كام في الاس. وعرفنا المعادله دي كلها. ده كده يا جماعه كان بيفكرني بايه؟ لما كنت لو انت عايز تستخدم حديد للشير خلاص يبقى عينك حديد كانت للشير يبقى عينك على الخطوه دي. طيب واحد يقول لي طب انا عايز استخدم التورشن عايز اجيب كانت للتورشن. المسألة عندي بتقول إن أنت برضو التورشن محتاج له حسابات، حسابات التورشن بتقول إيه؟ أنا براجع دلوقتي، إريا ستيرب تورشن كانت بتقول إيه؟ المعادلة كانت بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ إريا ستيرب تورشن، أنا بقول الكلام ده قبل كده، إريا ستيرب تورشن بيساوي إم تورشن ألتيميت في 10 أس 6 في الإس على 1.7 بي داش دي داش في الإف يلد ستيرب على الجاما إيه؟ إس. الكلام ده كله يطلع لي إيه؟ مساحة مقطع السيخ الواحد للكانة اللي بتقاوم التورش. من تاني مساحة مقطع السيخ الواحد اريا ستيرب تورش للكانة اللي محطوط عشان تقاوم مين؟ التورش. طب تعال نعوض هنا كده اسيوم اس والله اقول هستخدم كانات مثلا الاس المسافة من كل كانة والتانية 100 ملم وبعد كده افرض اف يلد اقول له والله نويت انا اشتغل حديد اليلد بتاعه حديد مثلا كانات فاي 10 الفاي 10 اف يلد بتاعها 350 وبعد كده من المجهول عندك ام تورشن معلومه 10 اس 6 معلومه الاس مجهول الاس انا خلاص فرضتها على 1.7 في البي داش دي داش في الاف فيلد على الجاما اس من المجهول عندك الاريا ستيرب تورشن جبتها. اريا ستيرب تورشن وليكن مثلا طلعت لي بكام؟ طلعت لي وليكن ب 75 يبقى انا هفترض ايه 75 يبقى اقرب قطر يديني 75 هستخدم فاي 10 يبقى في الحاله ديت جبت الاريا ستيرب از اريا اوف وان برانش مساحه مقطع السيخ الواحد المكون للكان. اللي انا عايزك تلاحظها هنا بقى في المعادله ديت يبقى الخطوه الاولى قلنا الاس والاف يلد خلصناه وعرفنا يعني ايه الاس اريا ستيرب وقلت لك الاريا ستيرب ديت بتاعت مساحه مقطع اللي هو السيخ الواحد المكون للكانه. نقطه رقم ثلاثه عايزك تعرفها قوي ان الكانه ديت ما فيهاش فرع ولا فرعين لان التورشن بيبقى على المحيط. احنا شغالين على المحيط فاكرين الشروخ اللي جبناها في اول شرح خالص كانت شروخ فين؟ على المحيط. فما فيش بقى فرع ولا فرعين عشان كده بقول لك should be noted that the stirrups is positioned at the outer part only. واحد يقول لي ده انا عندي كنات عندي مساحه مقطع الكبر نص متر في نص متر استخدم ثلاث فروع. لا اقول لك لا مش ان شاء الله يا رب استخدم 20 فرع. الفرع اللي شغال معايا هما ايه؟ الفروع اللي على المحيط فقط. ولذلك المعادله دي كلها ما فيهاش ان. هنا المعادله ديت فيها الايه؟ فيها الان. طيب يبقى اذا ده يا سيدي الفاضل وانت بتستخدم كانات عشان تحسب الشير وده وانت بتستخدم كانات عشان تحسب الترش والاثنين مع بعض لو عايز تحسب ايه الشير والترشن مع بعض. طب الخطوه الثانيه بقى الخطوه الثانيه كومبايند كومباينيشن بتوين شير اند تورشن ديزاين هتعمل بقى جمع الاثنين مع بعض. انا عندي في حاله لما يكون والله لو عندي الشير لوحده اجي وافتح عند الخطوه ده براجع انا بقى
طب وقفت عند التورشن، لو عندك تورشن لوحده يبقى انت تستخدم ايه الخطوات دي. طيب لو انت عندك الاتنين مع بعض يبقى انت هتحط كيانات التورشن زائد كيانات ايه الشير، هتحطهم مع بعض، لا هتضيفهم مع بعض الاثنين. طب تضيفهم ازاي بقى في الخطوه الثانيه دي؟ بيقول لك كومباينيشن بتوير شير اند تورشن ديزاين. عايز تعمل كومباينيشن، تجمع الاثنين مع بعض. في الحاله دي هتعملها ازاي بقى؟ بص ببساطه كده شديده، ببساطه كده شديده، مش انت جبت مساحه مقطع السيخ المكون للكنف الشير مثلا طلع هقول مثلا 20 ملي، 20 ايه ملي متر مسطح. طيب وهتجيب مساحه مقطع السيخ المكون للكنف التورشن طلعت مثلا وليكن كام 40، يبقى 20 ملي متر مسطح عشان يقاوم الشير و40 ملي متر مسطح عشان يقاوم التورشن، مجموعهم الاثنين مع بعض كام؟ مجموع الاثنين مع بعض كام؟ تقوم تقول مجموع الاثنين 60. يبقى اذا في الحاله دي 60، يبقى انا عايز كانه مساحه مقطعها ما يقلش عن 60 ملي متر مسطح. ده باختصار خطوه بسيطه اللي انا بقوله هنا. تعال كده نقول هو بيقول ايه، the area of one stirrup employed for resist shear and torsion، اللي هو مساحة مقطع الكنة الواحدة الموظفة لمقاومة الشير القص والترش بيساوي كام بقى؟ بيساوي shear stirrup for one branch، كانت الشير لفرع واحد زائد كانت الترش لفرع واحد. الاثنين دولت ذوس فاليوز وير كالكوليتد ان فيرست ستيب، الاثنين دول جبتهم منين؟ جبتهم في الخطوه الاولى، يبقى انا كنت مر بالخطوه الاولى حسابات الاستيرا اهو، جبت مساحه مقطع السيخ المكون للكنه في الشير ومساحه مقطع السيخ المكون للكنه للترش، جمعت الاثنين مع بعض يبقى اذا في الاثنين مع بعض ادوني 60 ملم مسطح، يبقى انت عايز كانه مساحه مقطعها ما يقلش عن كام؟ 60 ملم مسطح. اقول والله الفاي 10 78، يبقى اشتغل الله ينور. يبقى في الحاله انا هحط سيخ بدل ما احط كان للتورشن لوحده وكان للشير لوحده، جبت كانتي جبت كانه واحده تجمع المساحتين مع بعض اهو. طيب المينيمم بقى بيقول لي كام؟ المينيمم بيقول لي كام؟ 4 من 10 الف في يلد ستيرب في البي في الاس او 5 فاي 8 على المتر الطولي. طيب انا هنا مثلا عندي مساحه المقطع انت بتقول ديت 20 وده 40 بقى 60، 60 ملم. طب الفاي 8 كام؟ 50. تنفع؟ لا ما تنفعش. يبقى اذا الاريا ستيرب بتاع ده زائد ده اكبر من المينيمم، بحط والله اقول هستخدم خمس سياخ في المتر قطر كام؟ 10 ملم. طب الخطوه الثالثه بقى، الخطوه الثالثه في حاله وانت بتحسب ايه اهو لونجيتودنال ستير بار، تقوم انت تقول لي تعالى للشير، احنا عمرنا قاومنا الشير، قاومنا الشير بحديد تسليح طولي؟ لا الكود ما ذكرش الكلام ده في كالشير في الكاميرات بقاومة تسليح طولي. طيب تعالى للترش، هل في الترش تسليح طولي؟ في تسليح طولي. المعادله اللي قلناها قبل كده اريا ستير اريا ستير لونجيتودنال بيساوي كام؟ 2. فاريا ستير بترشن على الاس، اريا ستير بترشن جبتها منين؟ من هنا اهو على الاس اهي، مضروبه في البي داش زائد الدي داش في الاف يلد ستيرب على الاف يلد لونجدول، اللي هو اجهاد الخضوع الكنات على اجهاد خضوع الايه حديد الطول. والله لو واحد قال لك هستخدم كنات حديد فاي 10 وحديد طولي البراندات اللي هو تسليح الانكماش كان حديد مثلا فاي 12، الاثنين اجهادهم بكام؟ ده اجهاده ب 350 وده اجهاده ب 350، يبقى الاثنين دول مع بعضهم في الغالب طاروا مع بعض 3 بواحد. اتبقى لي المعادله دي كلها جبت الاير ستيرنج ديجيتال. طب المينيمم بقى بيساوي كام؟ طبق كده في المينيمم بيساوي كام؟ 4 من 10 جذر اف سي على جامد كريت في الاف في اريا كروس سكشن زي ما قلنا قبل كده البي في التي مقسوم على الاف ييلد على الجاما اس اللي هي 1.15 ناقص كام؟ 2 ناقص كام؟ ناقص، شايف المعادله دي كلها كده اهو، حطها تحت باستثناء ايه في الاختلاف الصغير اللي يحصل ان خلي المقام بسط والبسط مقام، الاف ييلد تحت حطها هنا فوق، والاف يلد بتاعت الاستيرب فوق حطها هنا تحت، وفي الغالب الاثنين دول بكام زي ما قلنا؟ بواحد. طيب قبل ما انقل على الشريحه دي وامشي انا عايز اقول لك هنا حاجه، دي خطوات حساب، ده ملخص شامل، الصفحه دي كلها مهمه جدا، ده ملخص شامل لحسابات الكنات او تسليح الشير والترش. والله انت لو عندك مقاومه الشير بس يبقى عينك في العمود ده اهو، انسى الترشن خالص، ما عنديش ترش. لو انت نويت ان تستخدم ايه حديد مقاومه الترش يبقى عينك على الخطوات دهات بس،
يبقى جبت كيو ستيرا في كيو ناقص بيساوي كيو التيمت ناقص بوينت 1 جذر اف سيو، وعوضت بقى بالكيو ستيرا بتاعت، جبت الحديد الكنات وقلت والله انا عندي كنات تورشن كنات شير قصدي 5 في 10 على المتر الطول، وخلاص انتهت على كده. طب لو عندك الكاميرا عليها تورشن فقط وما عليهاش شير، يبقى هعمل ايه؟ انسى الشير خالص واستخدم حسابات التورشن. بتقول ايه؟ اريا ستير اب تورشن بيساوي، استخدم بقى الحسابات بتاعتك عادي خالص، اريا ستير اب تورشن بيساوي تي اف 10 6 في الاس، وطبق بقى كلامك عادي خالص. تعالى بقى تحت اهو اهو، انت عندك كومباينيشن بين الشير والتورشن، الشير بصفر، يبقى في التالي ايه؟ الخطوه دي مش ما عادش موجوده. ما عادش موجوده ليه؟ لان اصلا الشير ما عادش موجود. انما امتى الخطوه دي تكون موجوده؟ لما يكون عندك تورشن شير وعندك ترش. طب دلوقتي انا ما عنديش شير، يبقى انا الخطوه اللي تحت ما عنديش شير، يبقى انا الخطوه اللي تحت في الترش اللي هو جبت كنات التورشن وهتنقل بعد كده على كنات ايه؟ كنات، اسف، جبت كنات التورشن وهتنقل بعد كده حديد الطول لمين؟ للترش بالخطوه ده. يبقى العمود ده كده وانا بحسب بس لمين؟ للترش، والعمود ده كده وانا بحسب للشير. طب لو عندي الكاميرا عليها شير وتورشن، يبقى طبق الاثنين، احسب ده واحسب ده واعمل كومباينيشن للكنات مع بعض، وادخل بعد كده في حديد الطول. حديد الطول بتحسبه بس لمين؟ للتورش، ما بتحسبش حديد الطول لمين؟ للشير. اتمنى ان احنا نكون فهمنا بقدر المستطاع.